السكندر ميتابولايت والبرايمري ميتابولايت. السكندر ميتابولايت هي الاكتيف انجريدينت او الانجريدينت اللي صنعها النبات is not essential for its life. يعني هاي الانجريدينت اذا راحت من النبات، النبات ما راح يموت. زين، هاي السكندر ميتابولايت. البرايمري ميتابولايت لا، برايمري ميتابولايت هي السبستنس اللي يعتمد عليها النبات حتى يعيش وينمو. زين، اعطيكم مثال. برايمري ميتابولايت مثلا البروتين، امينو اسيد. زين، هاي برايمري ميتابولايت، بدونها النبات شنو؟ يموت. السكندري ميتابولايت هي مواد يصنعها النبات، زين، حتى يقوم بوظائف اخرى تساعده على البقاء. زين، تساعد على البقاء، اما هي not essential for its life. مثلا الجلايكوسايد يعتبر شنو؟ الجلايكوسايد يعتبر سكندر ميتابولايت. الالكالويد يعتبر سكندر ميتابولايت. الفلافينويد يعتبر سكندر ميتابولايت. تيربين، ستانين، وات ايفر. زين، هذني سكندر ميتابولايت، هذني يصنعها النبات. ليش يصنعها النبات؟ يصنعها النبات حتى تساعد على البقاء. مثلا اذا كانت الظروف الجويه صعبه على النبات، النبات شو يسوي؟ يقوم يصنع هاي السكندر ميتابولايت حتى يتاقلم ويا الظروف الجويه. زين، مثلا النباتات الصحراويه، زين، تصنع لنا مركبات، خلينا نقول مثلا مركبات توكسيك الباقي الانيمال. هاي المركبات تساعدها على انه باقي الانيمالز ما تاكلها. زين، هذا نسميه ديفنس ميكانيزم. عندنا مثلا بعض النباتات تمنع الجروث اوف اذر بلانتس بيسايد هير. زين، يعني تمنع النباتات الاخرى انه تنمو بجانبها. زين، هذا هم يعتبر شنو؟ يعتبر ديفنس ميكانيزم. اذا وظائف السكندري ميتابولايت او وظائف الجلايكوسايد ان جنرال هي شنو؟ هي ديفنس. زين، سيجنالينج يعني شنو؟ يعني تساعدها بالتكاثر. زين، سيجنالينج. الشغله الثالثه شنو؟ ريجوليشن اند ديفلوبمنت، يعني ريجوليشن والديفلوبمنت للبلانت. زين، هاي بالنسبه لوظائف الجلايكوسايت، وظائف سكندر ميتابولايت. ناتكم هنا اذا تشوفون. زين، هاي الوظائف مالتها: signaling, regulation, growth development. زين، alleloplasty. alleloplasty معناته شنو؟ معناته inhibit the growth of another plant. زين، ليش تنصنع السكندري ميتابولايت؟ ليش تنصنع؟ in response to هاي العوامل. زين، هي البايوتيك وابايوتيك. زين، الابايوتيك كونديشن اللي هي شنو؟ اللي هي الهيوميديتي، soil composition، sunlight، temperature. والبايوتيك فاكتور هي البلانت هيربوفيرز، يعني هيربوفيرز يعني الحيوانات اللي تقتات على هذا النبات. الكوكزيستنج بلانت، زين، البلانت اللي وياها تنمو. تمام، اذا البلانت الجلايكوسايد تنصنع الريسبونس تو انفايرمنتال كونديشن. زين، راح اسال السؤال. مثلا نبات موجود عندنا هنا بالعراق، ونبات موجود مثلا بروسيا، اكو فرق بالاكتيف انجريدينت بين هذا النبات سواء كواليتاتيف او كوانتيتاتيف؟ زين، سؤال: الفرق نبات ينمو عندنا بالعراق ونبات بروسيا، اكو فرق بين يعني الجلايكوسايد ككميه وكنوعيه؟ هو نفس النبات ينمو عندنا وينمو بروسيا، منو يعرف؟ اكيد اكو فرق. الفرق ليش؟ ان ريسبونس تو انفايرمنتال كونديشن. السكندري ميتابولايت تنصنع الريسبونس تو انفايرمنتال كونديشن، يعني اذا انت عندك الرطوبة عالية راح يختلف تركيز ونوعية السكندري ميتابولايت اللي موجودة بالنبات.
نجي تعريف، هسه نجي على الجلايكوسايد اللي هي محاضرتنا لليوم. زين، شنو معنات الجلايكوسايد؟ الجلايكوسايد هي سكندري ميتابولايت، زين، اورجانيك ناتشرال كومباوند، اورجانيك ناتشرال كومباوند كومبوست اوف تو بارت، اللي هي الجلايكان بارت والاجلايكان بارت، يعني كومبوست اوف تو بارت شوجر بارت. شوفوا بالاقاطير، اي شيء شوجر، هاي تحكم الجام بورد حتى نفهمكم عليها. شوفوا بالأقاطير، اي مركب زين، وات ايفر، وش ما نسميه، خلينا نسميه زين، هذا مركب اكس زين، ممكن يكون جلايكوسايد، ممكن يكون اي شيء يرتبط بشوجر، هذا شوجر نسميه جلايكوسايد زين، اي شيء يرتبط بشوجر نسميه جلايكوسايد، هذا جلايكوسايد زين. فالجلايكوسايد هو شنو؟ هو organic natural compound زين، composed of two chemically and functionally unrelated compound زين، يعني هو متكون من جزئين، جزء نسميه sugar، هذا الجزء sugar، والجزء non sugar هذا. ايش ما يكون structure مالته؟ احتمال structure مالته يكون عبارة عن 10 حلقات بنزين، او 5 او 3 او 2، او aldehyde او كيتون، وات ايفر، المهم مرتبط بشوجر نسميه جلايكوسايد زين، نسميه جلايكوسايد. من يفقد الارتباط بالشوجر هنا ما نسميه جلايكوسايد، نسميه شنو؟ نسميه اجلايكان او جنين. اذا تعريف الجلايكوسايد: organic natural compound composed of two parts، طبعا هذين البارتات تكون chemically and functionally unrelated to بعض زين، البارت نسميه الجنين بارت اللي هو الاجلايكان بارت، والشوجر بارت اللي هو الجلايكان بارت نسميه، تمام. زين، شنو وظيفة الجلايكان وشنو وظيفة الاجلايكان؟ قلنا الجلايكان هو شوجر بارت، الاجلايكان هو شنو؟ هو النون شوجر بارت. شنو هو الفانكشن مال الجلايكان والاجلايكان؟ الاجلايكان هذا الاجلايكان، هذا الجلايكان وهذا الجلايكان. الفرق بيناتهم او كل واحد الوظيفه مالته، الجلايكان بارت شنو وظيفته؟ وظيفته فارماكولوجيكال اكتيفيتي. وظيفته شنو؟ فارماكولوجيكال اكتيفيتي. الشوجر بارت او الجلايكان بارت وظيفته شنو؟ سوليوبيليتي، سوليوبيليتي اند فارماكوكاينتي زين. سوليوبيليتي يعني هو شوجر، شوجر يعني ينطي سوليوبيليتي، ليش؟ لان هو بولر زين. الشوجر دائما نشوف بي او اتش جات هوايه تنطي بولاريتي عاليه زين، او اتش جات هوايه زين، هاي الاو اتش جات تسوي هاي كونفير بولاريتي، زيد البولاريتي مال المركب، بالتالي المركب راح تزداد السوليوبيليتي مالته وين؟ بالبولار سولفنت. وين تزداد السوليوبيليتي مالته؟ بالبولار سولفنت. اذا هسه عرفنا الجلايكوسايد organic natural compound comprised of two chemically and functionally independent parts, the glycan الجنين نسميه، والthe glycan اللي هو السكرايد او الشوجر بارت. طبعا الارتباط معهم يكون عن طريق شنو؟ عن طريق ال condensation of OH group مع الجلايكان مع ال OH group مع الشوجر زين. يعني هذا الشوجر BOH جات هواية قلنا زين، جلوكوز فركتوز وات ايفر زين، هذا من يرتبط ويا مركب جلايكوسايد، هذا الجنين هذا اجلايكان زين، هذا الشوجر. الاجلايكان دائما اما بي او اتش او سي او الديهايد او فينول او الكحول زين،
هذا من يرتبط منه هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كوندنسيشن، نسميه كوندنسيشن اسيتايل لينكج. هذا راح تطلع، راح يرتبطن ببعض تطلع جزيئة H2O. زين تطلع جزيئة H2O منه، هذني يرتبطن ببعض تصير البوند عندي نسميها O لينكج. زين O لينكج هنا ارتبطن ببعض صار بهم كوندنسيشن طلعت جزيئة ال H2O. هذا اللينكج نسميه اسيتال لينكج. كلش كومن، كلش كومن بالجلايكوسايد، خاصة بالاو جلايكوسايد. الاسيتال لينكج كلش كومن بالاو جلايكوسايد، تمام. هذا اسيتال لينكج، هذا صار عندنا الكوندنسيشن شوجر بارت، لان شوجر بارت زين او الاجلايكان من يصير هذا بفعل انزيم نسميه جلوكوسيل ترانسفيريز. هذا الرياكشن ما يصير وحده، لازم اكو انزيم نسميه جلوكوسيل ترانسفيريز اللي هو ينقل جزيئه الشوجر بارت، ينقلها على النون شوجر بارت ويسوي لنا كوندنسيشن. اوكي هذا بالنسبه للاستال لينكج. طبعا نوع الجلايكوسيديك بوندج احنا مو قلنا هسه، مو قلنا قبل شويه. مو قلنا قبل شوية الجلايكوسايد يعني الجلايكوسايد متكون من بارتين، بارت نسميه جلايكان، هذا الشوجر بارت. راح نتفق على تسمية واحدة شوجر بارت، وهذا نان شوجر بارت. زين هذا نان شوجر بارت. اللينكج بيناتهم هنا ممكن يكون او لينكج، ممكن يكون سي لينكج، ممكن يكون ان لينكج، ممكن يكون اس لينكج. هذني الدبل بوند، هاي انواع اللينكج بتوين الشوجر بارت والنون شوجر بارت. الموست كومن، الموست كومن هو شنو؟ الاو لينكج. كومن كلش كومن، اكثر الجلايكوسايد هو او لينكج. زين اكثر الجلايكوسايد هو او لينكج. زين الاولينكج هنا حتى تكون سهلة الهيدروليسز، يعني بسرعة نكسرها حتى نفصل الجلايكن عن الاجلايكن. مجرد شوية ديليوتد اسيد مع هيتينج شوية راح تنكسر هاي الاولينكج، فتكون ضعيفة كلش كمان، خاصة بالفلافينويد جلايكوسايد. الفلافينويد جلايكوسايد والفينول جلايكوسايد كلها عبارة عن اولينكج. زين السيلينكج هنا هاي نحسة نوت ريزيستبل، يعني ريزيست هيدروليسز، ريزيست هيدروليسيس. هاي اللينكج تكون كلش قوية. ليش؟ ليش تكون قوية؟ أحد يعرف ليش تكون قوية؟ ليش أقوى من الأو لينكج؟ اللي يعرف إلى درجة أو درجتين. زين اللي يعرف ليش السي لينكج، زين يعني سي دبل سي بوند بتوين جلايكان وأجلايكان تصير أقوى من الأو. لأن ممكن الأو هي تكون قاصرة عند الذوبانية. لا يعرف شنو الفرق، يعني ليش السي لينكج يكون اقوى من الاو لينكج ويكون ريزيستبل للهيدروليسيز لدرجتين. هاي بالاورجانيك كيمستري المفروض يعني انتو قبل يعني ماخذينها. ما حد يعرف راح. دكتور بسبب يعني السي يسوي ايونيك بوند. لا لان ال او يعني تدخل بتركيب المواد العضوية. لا دكتور because of hydrogen bonding. لا دكتور resistance to hydrolysis. هو ليش resistance؟ ليش السي لينكج يكون ريزيستنس للهيدروليسيس؟ بار عندنا شيء بالكيمياء احنا نسميه نسميه الالكترون نيجاتيفيتي. زين الالكترون نيجاتيفيتي هاي الاو
الاو اتوم زين مور الكترون نيجاتيف زين يعني ذان السي كربون اتوم يعني جود ليفينج جروب نسميها يعني وذ دراونج الكترون تسحب الالكترونات باتجاهها زين من تسحب الالكترونات الاكسجين من الاكسجين من يسحب الالكترونات باتجاهها زين ايش راح يصير راح البوند هاي تضعف زين هاي البوند تضعف الكربون اتوم الكربون اتوم جود دونيتنج جروب يعني تنطي الكترونز توورد ذا بوند يعني تنطي الكترون باتجاه يسميها الآثرة الأكسجين لا تسحب الكترون باتجاهها زين بالتالي الآثرة راح تقل فالأكسجين نيتروجين سلفر هي نسميها with the drowned group الكربون for orbital good donating group زين هو هذا السبب فنشوف الأو لينكج تكون كلش ضعيفة زين السي لينكج تكون resistible للهيدروليسيس مثال على السي لينكج السي لينكج عندنا مثل الانثراكوينون جلايكوسايد الانثراكوينون جلايكوسايد كلها تقريبا سي لينكج مثل عندنا السنه شايفين انتم بالصيدليات اذا مطبقين بالصيدليات السنه هذا الحبوب السنه سينوسايد زين هاي الجوزية هاي اللاكزاتيف نوع من اللاكزاتيف هذا عبارة عن سي جلايكوسايد او نسميه انثراكوينون جلايكوسايد زين الان جلايكوسايد الان جلايكوسايد هاي مثل عندنا الار ان اي والدي ان اي زين هذني نسميه نيوكليوتايد او نيوكليوسايد هنا عندنا البوند تكون كلش ضعيفه بحيث انه بدرجه الحراره الروم تمبريتشر ممكن يصير بيها هيدروليسيس يعني شويه اسيد بالروم تمبريتشر ممكن يصير بيها هيدروليسيس هذا الان لينكج الاس لينكج الاس لينكج مثل عندنا الجلوكوز انوليت جلوكوز انوليت كومباوند او ثايو ايزوسيانيت مثل عندنا السينرجين والسينالبين وغيرها زين راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضرات الجايه زين هاي انواع اللينكج زين طبعا شوفوا عندنا نوعين من الجلايكوسايد اللي نجي هنا بقى طلاب عندي نوعين من الجلايكوسايد عندي نسميه الفا وعندي اسميه بيتا جلايكوسايد على يا اساس اسميه الفا وعلى يا اساس اسميه بيتا جلايكوسايد دكتور على موقع الـ OH على موقع OH الاتاتشمنت هذا اذا كان باتجاهنا هذا نسميه بيتا يعني اذا هاي البوند جايه علينا جايه علي نسميه بيتا اذا كانت رايحه عليكم زين اذا كانت رايحه عليكم هذا نسميه الفا البيتا جلايكوسايد موجود بالنبات الالفا جلايكوسايد نادرا يعني ما يوجد بالنبات قليل جدا يوجد بالنبات البيتا جلايكوسايد كلش كمان يعني هي الجلايكوسايد اللي موجوده بالنبات كلها اكثرها 99% هي شنو؟ هي بيتا جلايكوسايد زين يعني ثلاث ارباع هي بيتا جلايكوسايد الالفا جلايكوسايد قليل جدا بالنبات زين شلون نميز البيتا جلايكوسايد من الالفا جلايكوسايد؟ الانزيم هيدروليسيس نفس المركب نفسه اذا كان الاسره بيتا واذا كان اسره الفا الانزيم راح يشتغل على البيتا وما راح يشتغل على الالفا زين الانزيمات اللي تسوي لنا هيدروليسيس مثل عندنا الامالسين زين فالفرق الالفا عن البيتا فقط اتجاه الاسر هو نفس المركب بالضبط اذا كانت الاسره جايه علينا يعني كان النوع مكان الاتاتشمنت جاي علينا باتجاهنا يعني فور باتجاه عقرب الساعه زين او جاي علينا هذا نسميه بيتا لينكج إذا كان عكس هذا نسميه ألفا لينكج هو نفس المركب نفس الصيغة الجزيئية نفس الصيغة الكيميائية زين الاختلاف فقط بالكونفيجوريشن السبيشال كونفيجوريشن يعني الفرارانية مالته بالفضاء زين هاي بالنسبة للألفا والبيتا زين طبعا كل اللي قلنا كل جلايكوسايد هي عبارة عن بيتا جلايكوسايد شوفوا هسه نيجي على نوع الشوجر نوع الشوجر ها كلش مهم نوع الشوجر اللي موجود بالجلايكوسايد كل الشوجر اللي موجود عندي نسميه شنو نسميه جلايكان كل الشوجر نسميه جلايكان زين
اكو نوع، اكو شوجر مونو، اكو جلايكوسايد يرتبط بها شوجر واحد، زين، وهذا كلش كمان، زين، كلش كمان، اكثر الجلايكوسايد يرتبط بها شوجر واحد، بس ممكن يرتبط اثنين، ممكن يرتبط ثلاثة، ممكن يرتبط أربعة، ممكن يرتبط سترين كامل، زين، فالشوجر ممكن يكون مونو، ممكن يكون دايساكرايد، ممكن يكون ترايساكرايد، ممكن يكون تتراساكرايد، زين، حسب الجلايكا، حسب الأجلايكا، تمام. باعوا، راح أسألكم سؤال، شنو فرق هاي الكلمة؟ بدي اشوفوها، شنو فرق هاي الكلمة؟ شنو فرقا عن بعض؟ ايه، شنو فرق الجلوكوسايد عن الجلايكوسايد؟ حد يعرف فرق الجلوكوسايد عن الجلايكوسايد؟ شباب، الجلايكوسايد قلناها قبل شوية، بارت شوجر بارت نون شوجر، مرتبطات وين؟ مرتبطات ببعض، زين، هذا جلوكوسايد، الجلايكوسايد، العفو، الجلوكوسايد جلوكوز مرتبط بأجلايكن، إذا الفرق بيناتهم، من أقول جلوكوسايد معناته حددت نوع الشوجر أنه هو جلوكوز، من أقول جلايكوسايد معناته شنو؟ ما أعرف نوع الشوجر، شوجر يعني ما اعرف نوع، جزء مونو، جزء تراي، او جزء داي، او جزء اي نوع شوجر، جزء فركتوز، جزء مالوز، وات ايفر، زين، ما اعرف نوع الشوجر، بس من اقول جلوكوز الشوجر هنا انعرف عندي انه هو شنو؟ انه هو جلوكوز، من اقول جلوكوسايد يعني جلوكوز، شوجر معناته جلوكوز، تمام؟ جلايكوسايد والجلوكوسايد. قلناها قبل شوية، هاي ممكن يكون داي، ممكن يكون ال فركتوز او دي فركتوز، الفرق بين ال يعني ليفروتري، والدي معناته ديكستروتري، زين، هذا فرق بس بالفرانية مالتها بالفضاء، زين، واحد يسار واحد يمين، دي يمين والال يسار، قلناها قبل شوية انه الجلايكوسايد، الاجلايكان مسؤول عن شنو؟ الاجلايكان بارت مسؤول عن ثيرابيوتيك اكشن او الفارماكولوجيكال اكتيفيتي، الجلايكان بارت مسؤول عن شنو؟ مسؤول عن السوليوبيليتي، فارماكوكاينتيك، فارماكوجينيك. عفوا دكتور، نعم، بس اكو طلاب يريدون يطبون للرابط والرابط يمكن قفل، لا يعني يعني مو قفل، والله اكو طلاب انا حاليا هسه يتواصلون وياي يعني يريدون يطبون للرابط، الرابط قفل لأهمية، وهاي اكثر من مرة تصير يعني مو بس في هاي المحاضرة. ايميلاتهم جامعية لو ايميلات عادية، اي جامعية، فيمكن يعني الرابط محدود ب100، فإذا تقدرون بس دكتور تتواصلون مع التقنيين بالجامعة يعني أو شيء. ما اعتقد اكو فد مشكلة، يعني هو صارت بغير كلاسات، هم صارت مشكلة بغير ميتينج، بغير محاضرات، اي هو أغلب الميتينج جاي تقفل على 100. ما ادري والله، ما اي الرابط ما ياخذ اكثر من 100، هي حتى اكثر من طالب دقيق. دكتور انا هم هسه حاولت 4 5 مرات يلا قدرت اطبع المحاضرة، يلا واحد واحد طلع يلا قدر يطوب، يعني انا شفت عدد قل. يعني الرقم ده يقرا عندي مين. تمام دكتور، والله ما شكرا. ادري، يعني تريدون نغير المنصة، ما ادري، لازم اشوف دكتور سنان. والله دكتور يعني اذا تقدرون بس يعني تتواصلون بهاي الفقرة، لان يعني اكو طلاب يردون يطبون وما يقدرون يعني تمام، هو يعني ان هذا. شاء الله المحاضرة راح تنزل تسجيل، زين، هذا تمام دكتور، هذا راح شكرا. نشوف تسجيل المحاضرة، بس هاي المشكلة إن شاء الله من الأسبوع الجاي تنحل، والحضور مطلوب داخل المحاضرة، ليش؟ ليش مطلوب؟ لأن ممكن وإحنا بدنا نشرح وإحنا بدنا نحكي، بقول لكم رابط بالتعليقات، كوز صغير، يعني كوز هيك، كوز حضور نسميه، زين، حتى اللي موجود نسجله حضور، يعني اللي يفتح الرابط ويجاوب نسجله حضور، زين، والحضور أنا ما أخلي عليه درجة، يعني مجرد هيك، يعني حتى اللي موجود بداخل المحاضرة نخلي كوز صغير سهل، زين،
هاي أهم مساعدة، أنه طالب نشخص نميز الطالب اللي يحضر عن الطالب ما يحضر، نفس الوقت نسجل حضور. زين، لا أنا عندي أصلا هنا أكفد رابط ليسجل حضور، ليسجل حضوركم. زين، هذا هو أصلا ليسجل حضوركم. تمام، وين وصلنا هسه؟ شوغر بارتي يأثر على السوليوبيليتي. شلون شوغر بارتي يأثر على السوليوبيليتي؟ ليش مو نون شوغر بارتي يأثر على السوليوبيليتي؟ الشوغر ايش قلنا قبل شويه؟ الشوغر بارت بي شنو؟ بي هوايه او اتش. زين، او اتش او اتش بولر بولر. زين، ما طول بولر اذا يأثر على السوليوبيليتي، يعني يزيد السوليوبيليتي. وين يزيدها؟ بالبولر سولفنت. هو لايك ديزولف لايك، اذا كان مركب بولر وين يذوب؟ يذوب بالووتر، يذوب بالكحول، يذوب بالبولر سولفنت. اذا كان المركب نون بولر وين يذوب؟ يذوب بالنون بولر سولفنت، اللي هي شنو؟ هيكسان، بتروليوم ايثر، كلوروفور، وات ايفر. زين، اذا لايك ديزولف لايك. زين، بولر يذوب بالبولر والنون بولر يذوب بالنون بولر. شوفوا ان جنرال، ان جنرال الجلايكوسايد من ناخذها اورالي. زين، لازم شنو؟ لازم تتكسر، تنفصل الجلايكان من الاجلايكان حتى يصيرها امتصاص. ليش؟ يعني الشوجر موليكول تكون شوجر كلش كبيره. زين، ما يصير لها بولر، ما يصير لها ابزوربشن خلال شنو؟ خلال الوول مال الانتستين. زين، فلازم تتكسر. شلون تتكسر هاي الـ هاي شو اسمها البون؟ تتكسر عن طريق اللي نسميه المايكرو فلورا او المايكروبيال اكتيفيتي. هاي المايكروبيال اكتيفيتي وين؟ وين موجوده هاي؟ موجوده بالكولون، باللارج باول. زين، هاي تكسر الجلايكوسايد، تكسر قسمين، قسم الشوجر وقسم النون شوجر. النون شوجر هو المسؤول عن الفارماكولوجيكال اكتيفيتي، فالنون شوجر هنا راح يصير تقل البولاريتي مالته، فبسرعه يطب يصير الابزوربشن الانتستاينال وول. زين، فاذا الجلايكوسايد من ناخذه اورالي ما يصير الابزوربشن راسا. ليش؟ لان هو كومبلكس ستراكشر، مكون من تو بارت، شوجر ونون شوجر. الشوجر ثقيل ينطي بولاريتي عاليه. زين، ما يصير له، ما يقدر يطب داخل الوول مال الانتستين، وينزل وين؟ ينزل على اللارج باول. زين، اللارج باول هنا عندنا شنو؟ عندنا نسميها المايكرو فلورا، او نسميها المايكروبيال فلورا اللي موجوده عندنا باللارج انتستين. ايش راح تسوي لنا؟ راح تسوي لنا بريكج، عندها انزيمات، تفرز لنا انزيمات، تسوي لنا بريكج لهاي البوند اللي هي الجلايكان والاجلايكان. بالتالي ايش راح يصير عندنا؟ راح ينفصل الاجلايكان ويصير الابزوربشن ويروح يشتغل الفارماكولوجيكال اكتيفيتي او الثيرابيوتيك اكتيفيتي مالته. تمام؟ الميديسينال امبورتنس اوف جلايكوسايد، يعني شنو الجلايكوسايد اللي بيها ميديسينال امبورتنس؟ زين، جلايكوسايد ممكن تشتغل جلايكوسايد انالجيسيا جوالثرين. هاي انالجيسك جلايكوسايد. زين، انالجيسك جلايكوسايد تفرز لنا السلسليت، الثايو سلسليت. زين، ممكن تكون انتريوماتيك، تفيدنا بالريوماتيزم، مثل عندنا سلاسين. سلاسين مركب يتحول داخل الجسم الى سلسيليك اسيد. زين، سلاسين يعني يعني البحث مال الماستر مالتي كان على السلاسين. زين، يعني نبات يحتوي على السلاسين، فالسلاسين داخل الجسم يتحول الى ساليسيليك اسيد، فينطينا الافكت، الانالجيسك افكت مال الساليسيليك اسيد. زين، بعد شنو عندنا؟ ممكن تفيدنا كلاكزاتيف. شايفين قلنا لكم السنه قبل شويه موجوده بالصيدليات، هاي تشتغل لاكزاتيف افكت. زين، ممكن تشتغل انتي انفلاماتوري. انتي انفلاماتوري مثل شنو؟ انتي انفلاماتوري مثل عرق السوس او السوس. زين، كلكم ضايقينه شاربينه. زين، السوس هذا بجلايسرزين، جلايسرتين وجلايسرزين ذني شنو؟ ذني تعتبر انتي انفلاماتوري. زين، انتي اليرجيك، ديمالسنت. زين،
القصوص بمادة أحلى من الشقر ب 150 مرة، زين هو الجلايسرزين. وبنفس الوقت بها شنو؟ بها أنتي إنفلاماتوري أكتيفيتي، زين. ممكن تكون شو اسمه أنتي كانسر، أنتي كانسر مثل الأميجدالين. ممكن تكون اميون بوستر، الجلايكوسايد ممكن تكون اميون بوستر مثل عندنا فلافينويد. فلافينويد شايفين التفاح الاخضر وهاي السوالف، الاميون بوستر هاي تحتوي على فلافينويد. فلافينويد تقوي المناعه، زين. يعني اكثر مركبات تقوي المناعه هي شنو؟ هي الفلافينويد، زين. ليش؟ بعدين ان شاء الله ناخذها بمحاضره الفلافينويد، زين. الميكانيزم مالتها كامل شلون تقوي البوستنج ذا اميون سيستم. عندنا بعد شنو؟ عندنا الكارديك جلايكوسايد. المحاضرة الجاية إن شاء الله راح تكون عن الكارديك جلايكوسايد، زين. عندنا الكاونتر إيرتنت مثل الثايو جلايكوسايد، زين. ريديوس ذا كابيلاري فراجيليتي، ريديوس كابيلاري فراجيليتي مثل عندنا الروتين. هاي شايفين جماعة الدوالي، ما دوالي، جماعة الدوالي، جماعة الهيمورويد، زين. يصير عندهم decrease بالتون مال البلود فيزل او reduce the capillary fragility مال البلود فيزل. هنا عندنا الروتين، الروتين هو فلافينويد، فلافينويد جلايكوسايد يساعد لنا بعلاج هاي الحاله. خاص شايفين الريباريل جول، الريباريل جول، الريباريل تابلت اللي موجوده بالصيدليات، هذا عباره عن شنو؟ عباره عن روتين، روتين فلافينويد جلايكوسايد اللي هو يساعد لنا بحالات فاريكوس فين الدوالي وبحالات الهيمورويد البواسير، زين. هاي يعني الـ medicinal importance of glycoside. شباب اكو في الجزء اريد اضيف لكم اياه اللي هو الفايتوكيميكالز. منو مطبق بصيدلية؟ منو مطبق بصيدلية؟ منو بيكم مطبق بصيدلية؟ دكتور أنا صار لي 9 سنين. شايف هاي الهيربال سبلمنت، نعم الهيربال سبلمنت جينكو بايلوبا وغير هاي الهيربال، نعم. زين. هاي منو المفروض يعرف اكثر واحد بيها؟ شلون يعني دكتور؟ يعني منو المفروض يكون اكثر واحد يعرف بهذا السؤال في الهيربال؟ الصيدلاني طبعا. ليش مو الطبيب؟ لان الطبيب ما يدرسها، صح؟ لازم الصيدله ولا معاون الطبي يدرسها، زين. ايش قد هسه بهالوقت ايش قد شكل لنا الهيربال سبلمنت او الفايتو كيميكال، ايش قد شكل لنا نسبه من الصيدليه؟ تقريبا 70% دام اكثر. اي الهيربال سبلمنت يعني حسب المنطقه حسب الصيدليه، بس يعني الرينج مالتها من 30 الى 50% او 30 الى 40%، زين. هاي الهيربال سبلمنت اللي اصلها شنو؟ اصلها اورجانيك او اصلها ناتشرال، زين. دكتور اكو هسه، عفوا اقاطعك، اكو هسه ميولنا للمواطنين هم يدورون مثلا مالتي فيتامين اورجانيك. اي هاي مو، هذا مو ميول، هذا شنو؟ حسب بالدول الغربيه ما يشتري علبه اذا ما مكتوب عليها شنو؟ اورجانيك، زين. لان يعني الاورجانيك، الاورجانيك هو ناتشرال وماطون ناتشرال، زين. ف سايد افكت المواد اللي موجوده به سيف، زين، صح؟ سيف يعني سيف انجريدينت، فدائما النكست كومباوند تكون سيف، يعني تزيد لنا تقلل لنا المخاطر مال الساينتفك كومباوند، زين. نعم شكرا عزيز. عيني. فان شاء الله راح اضيف لكم بارت فايتو فايتوثيرابي، زين. يعني كل سبلمنت موجود عندنا بالصيدليه، زين، اصله هيربال او اصله اورجانيك، زين، وشنو اليوزز مالته، زين. فهاي يفيدكم يعني باكر عقب انتم تتخرجون ان شاء الله بخير وسلامه، زين. تشوفونه راح تتذكرون، لان ما راح تاخذونه بغير مكان، زين. فانت من تاخذ مثلا خلينا نقول المركب هذا، زين، تقرا عنه، تعرف اليوزز مالته، من تطبق بصيدليه من تشوفه راح تتذكر راسا انه هذا يستخدم الفلان شيء، هذا يستخدم الفلان، هذا الجينكو بايلوبا الفلان شيء، هذا الفلان شيء الفلان شيء، زين. يعني هسه نجي على الفيزيكو كيميكال بروبرتيز اوف جلايكوسايد، زين.
راح اسالكم سؤال، جلايكوسايد ان جنرال وين الذوب؟ منو يعرف؟ المايل او البولار. ها؟ وين؟ جلوكوسايد لو جلايكوسايد الجلايكوسايد ان جنرال وين الذوب؟ بولار، بالبولار، ليش؟ لانه هي بولار ديسولفت بولار بولار. ايه الجلايكوسايد بولار موليكول، وين الذوب؟ بالبولار سولفنت. زين، شنو عندنا بولار سولفنت؟ عندنا كحول وعندي مي، زين، ووتر والكحول. فالبولار dissolved in polar، زين، non polar dissolved non polar. فالجلايكوسايد معطول بيها شوجر، وشنو سوى الجلايكوسايد بولار؟ شنو سوى الجلايكوسايد بولار؟ سواها الشوجر بارت، شوجر بيها شوجر كلش بولار، زين، فسواها بولار. إذن هنا structure are diverse، طبعا diverse. So most glycosides are water soluble and soluble in alcohol. زين، ليش؟ لأن قلنا بها sugar part، والsugar part شو ينطيها؟ ينطيها solubility. فأني من أجيب لك بالامتحان most glycosides are soluble are water soluble and soluble in alcohol. ليش؟ ليش soluble in water وsoluble in alcohol؟ لازم أنت تعرف إنه بسبب sugar part اللي مرتبط بها. sugar، من أقول sugar يعني polar، زين، بالتالي هي هم راح تكون بولر. تمام. طبعا تكون معطوه سوليبل بالبولر، تكون نون سوليبل بالنون بولر. زين، موست شوجر يونت، اي طبعا مور شوجر يونت ان جلايكوسايد ليد تو مور سوليبلتي ان بولر سولفنت. اكيد قد ما زيدت الشوجر اني تزداد البولاريتي، ويزداد تزداد السوليبلتي بالبولار سولفنت. زين، glycoside do not reduce Fehling solution but when are susceptible to. طبعا يعني هي Fehling solution ينطي بوزيتيف وين اكو شوجر، من اكو شوجر بالموضوع Fehling solution ينطي بوزيتيف، بس اذا شوجر مرتبط باجلايكان هنا يكون نيجاتيف، ما ينطي بوزيتيف. زين، بس من اكثر الشوجر على انه شوجر يقوم ينطي بوزيتيف. هسه نيجي على الكلاسيفيكيشن اوف جلايكوسايد، اللي هو هذا اهم شيء. كلاسيفيكيشن اوف جلايكوسايد على اربع فاكتورات يعتمد، او اربع انواع من الكلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن باي جلايكون، جلايكون يعني شنو؟ يعني شوجر بارت. زين، شوجر بارت مثل عندنا الجلوكوز فركتوز، هنا نسميه جلوكوسايد. هسه قبل شويه قلنا لكم زين جلوكوسايد معناته شنو؟ معناته الجلايكوسايد الشوجر مالته جلوكوز. فركتوسايد معناته الجلايكوسايد الشوجر مالته فركتوز. زين، جلوكويرونايد، زين، معناته الجلايكان بارت مالته او الجلايكان بارت مالته هو جلوكورونيك اسيد. زين، فهذا شنو؟ كل واحد هذا كلاسيفيكيشن باي جلايكون، باي شوجر، كلاسيفيكيشن باي شوجر. زين، نيجي على الكلاسيفيكيشن الثاني، classification type of linkage. type of linkage قلناها قبل شوية طبعا. type of linkage، من يقدر يعدد لي type of linkage؟ زين، من قبل شوية قلناها طبعا type of linkage. oxygen and carbon. ايه بعد sulfur و nitrogen. sulfur و nitrogen. بعد carbon. زين، اربع attachment: carbon, sulfur, nitrogen, oxygen. قلنا the most common ياهو من يتذكر؟ carbon. الأكسجين. oxygen هو الموست common. oxygen هو الموست common. يسحب الالكترونات. ايه oxygen هو الموست common. oxygen هو شنو؟ ال easily hydrolyzed. زين، ياهو اكثر واحد ريزيستبل للهايدروليسيس، منو يعرف؟ ياهو اكثر واحد كربون. كربون كربون كربون، عفوا. زين، ياهو موجود بالدي ان اي والار ان اي؟ نيتروجين. والله عمي انت شطار. زين، غير ما نحكي. زين، تايب اوف لينكج، سي لينكج جلايكوسايد بوند وير ذا شوجر موليكول. باعوا السي لينكج السي جلايكوسايد قلنا ريزيستبل للهايدروليسيس، يعني من اسوي له هيتنج واخلي لها اسيد او الكلاي ما
ما يصير لها هيدروليسز الا بشغله واحده، الا اضيف لها اوكسيدايزنج ايجنت فيريك كلورايد. زين، الا اضيف لها اوكسيدايزنج ايجنت فيريك كلورايد FeCl3، الا اضيف لها هذا الاوكسيدايزنج ايجنت يلا يصير لها هيدروليسز. زين، الاو جلايكوسايد لا، بدون اوكسيدايزنج ايجنت. زين، يصير لها هيدروليسز، مجرد شويه هيتنج مع اسيد راسا صار له هيدروليسيس. زين، هسه الجلايكوسايد شنو يصير له هيدروليسيس؟ الجلايكوسايد ان جنرال يعني شغلتين تسوي هيدروليسيس الجلايكوسايد، انزيم انزيم بعد شنو؟ diluted acid بالحرارة. زين، هاي شغلتين تسوي لنا شنو؟ تسوي لنا هيدروليسيس. الانزيم مثل عندنا الايمالسين او البيتا جلوكوسيديز، زين، diluted acid مع الحرارة ذني يحلل الجلايكوسايد. زين، هذني الشغلتين خلوها ببالكم، ذني الانزيم والديلوتد اسيد هذن هن اللي يسوون هيدروليسيس. زين، هن هذن اللي يسوون هيدروليسيس للجلايكوسايد. قلنا هنا السي جلايكوسايد هاي اكسبشن، تحتاج اوكسيدايزنج ايجنت حتى شنو؟ حتى يصير لها هيدروليسيس. ليش؟ لان اللينكج كلش قوي بيناتهم. زين، اللينكج كلش قوي. يعني جلايكوسايد مثل عندنا نيوكليوسايد وجلوكوسيلامين، الاس جلايكوسايد مثل عندنا الثايو جلايكوسايد قلناها قبل شويه. هنا اهم كلاسيفيكيشن من كلهم هو شنو؟ كلاسيفيكيشن باي اجلايكان. زين، هسه كلاسيفيكيشن باي اجلايكان قلناها باي شوجر اللي هو جلوكوسايد فركتوسايد، زين، جلوكورنايد. كلاسيفيكيشن باي لينكج، سي لينكج او لينكج اس لينكج ان لينكج. هنا نجي على ثالث كلاسيفيكيشن، هو كلاسيفيكيشن باي شنو؟ باي اجلايكان. كلاسيفيكيشن باي اجلايكان هنا اهم واحد، زين، هو الرئيسي وهو اللي احنا نستخدمه. زين، كلاسيفيكيشن باي اجلايكان هنا عندنا اول شيء نسميه الديهايد جلايكوسايد. الديهايد جلايكوسايد باع شباب، من اقول الديهايد جلايكوسايد معناته عندي مجموعه الديهايد، عندي مجموعة الديهايد، زين، مرتبطة شوجر، هذا شوجر، زين، هذا شوجر، الديهايد جلايكوسايد، مثل عندنا الفانيلين، زين، الكحول جلايكوسايد، باعوا، الكحول جلايكوسايد شنو؟ كحول، هذا كحول جلايكوسايد، كحول مرتبط بشوجر، زين، هذا نسميه سلسين، باعوا، هذا الشوجر. زين، كحول مرتبط بشوجر، زين، هذا كحول، زين، هذا نسميه شنو؟ او جلايكوسايد، او جلايكوسايد، او ليش؟ لان اللينكج مالته او. نجي هنا فينولك جلايكوسايد اربيوتين، شايفين هسه منتجات التبييض هسه اللي كريمات وما كريمات اكثرها هسه دي الطب للعراق بها اربيوتين. الاربيوتين طبعا هو انتنس اوكسيدايزنج انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت كلش قوي، فدي يضيفوه لكريمات التجميل على مود شنو؟ يسوي لنا يقلل لنا الستريس اللي يصير على البشره. زين، فيعتبر من المبيضات، يعني يزيد نضاره البشره. ليش؟ يتخلص لنا من الفري راديكلز اللي موجوده بالبشره. نشوف حتى اكو سيرامات اربيوتين، سيرام اربيوتين. زين، هو فينول جلايكوسايد. زين، فينول جلايكوسايد، ليش هذا فينول؟ هذا فينول جلايكوسايد. زين، هذا ستراكشر اربيوتين، بيتا جلايكوسايد او لينكج. زين، او لينكج، هذا او جلايكوسايد. زين، هذا الشوجر، شوفوا الشوجر، واحدة اثنين ثلاث اربع او اجات بي، طبعا يكون بولر، هذا المركب كلش بولر. زين، هذا وين يذوب؟ من اجيب لك اياه، اقول لك يذوب بالكلوروفورم لو بالبيوتانول،
ايش راح تقول لي انت؟ بيوتانول. بالبيوتانول. ليش؟ لان لايك ديزولف لايك. زين بيوتانول بولر كحول، وهذا او اتش جاته هوايه بي. زين فلايك ديزولف لايك. زين هذا بالنسبه للفينول جلايكوسايد. نيجي هنا الانثراكوينون جلايكوسايد. الانثراكوينون جلايكوسايد هاي سي جلايكوسايد، شوف باعه عندنا او بالموضوع، كربون مرتبط بكربون. زين هذا سي جلايكوسايد. زين هذا ريزيستبل للهايدروليسيس، حتى انا من اريد اشتغله لازم اكسر الشوجر المرتبط بيه بدرجه حراره عاليه واسيد عالي، واضيف له فيريك كلورايد اف اي سي ال 3. ليش؟ حتى اسوي اوكسدايزنج حتى تنكسر هاي الاصله. زين هذا الانثراكوينون. مثل شنو الانثراكوينون جلايكوسايد؟ من يعرف مثل شنو؟ السنه، حبوب السنه هاي الملينه. زين هو عباره عن انثراكوينون جلايكوسايد. فرانجيولين، روبار، الالوفيرا، هذا الالوفيرا الجل اللي تخلونه على البشره. زين هذا عباره عن انثراكوينون جلايكوسايد. الالوفيرا زين جل الصبار. هذا انثراكوينون جلايكوسايد. ان شاء الله كلها راح ناخذها يعني بالمحاضرات الجايه. زين عندنا الكارديك جلايكوسايد. الكارديك جلايكوسايد هي ستيرويدال موليكول. زين شوفوا هذا ستيرويد، هذا كله نسميه كارديك جلايكوسايد، هذا نسميه سايكلوبنتافينانثرين موليكول. سايكلوبنتافينانثرين موليكول هذا الشوجر، اذا او جلايكوسايد. ما طول شوجر مرتبط بأو بعدين بالاجلايكان نسميه او جلايكوسايد. زين هذا ستيرويدال موليكول. كيومارين، كيومارين هاي الفانكشنال جروب نسميها كيومارين، هاي الفانكشنال جروب نسميها كيومارين. زين كيومارين هذا كيومارين. الكيومارين دائما تحت التي ال سي بدرجه 250 يو، 256 يو في تنطينا فد شعاع. زين فلوريسنس نسميها. سيانوجينيك جلايكوسايد، سيانوجينيك جلايكوسايد محاضره جاي ان شاء الله راح نشرح لكم اياها. مثل عندنا الامجدالين، هذا الامجدالين شوفوا ستراكشر مالته، كم جزيئه شوجر عندنا؟ اثنين. زين هذا يعتبر او جلايكوسايد. ليش؟ لان اللينكج بين الشوجر والاجلايكان صار عن طريق الاو. زين او جلايكوسايد هذا الامجدالين قلنا بي انتي كانسر كلش قوي. زين يعني الانتي كانسر مالته فد شيء كلش قوي صراحه، يعني هو بعد ما نازل يعني مطاب للعراق. زين الامجدالين لان ذاك اليوم دورت عليه محتاجه ولد شخص ما لقيت. زين الامجدالين بي انتي كانسر، خاصه البحوث الجديده هسه تقول خاصه لللانج كانسر، الله يبعدنا ويبعدكم. زين اللانج كانسر الامجدالين كلش افكتيف كاد اون ثيرابي، مو وحده. زين يعني يضيفونه على الكيمو. زين وين الامجدالين؟ وين موجود؟ موجود بالابريكوت سيد، الابريكوت سيد موجود بالبتر الموند. زين هذين الشغلات من عائله الروزاسيا. فلافينويد جلايكوسايد اللي انا كلش احبها. زين هاي الفلافينويد جلايكوسايد هذا ستراكشر كله نسميه شنو؟ فلافينويد. زين هذا الاو لينكج طبعا او جلايكوسايد. فلافينويد جلايكوسايد محاضره وحدها. زين لان هي وحدها يعني تستحق ان تكون محاضره. الايزوثيوسيانيت، زين هذا الايزوثيوسيانيت شوف وين اللينكج ما صار عن اس لينكج. اس لينكج لينكج الشوجر بالاجلايكان صار عن طريق الاس، نسميه شنو؟ نسميه اس جلايكوسايد ايزوثيوسيانيت. زين سابونين، سابونين جلايكوسايد هي ستيرويدال، ستيرويدال جلايكوسايد. زين مرتبطه بشوجر، هذا هاي المولكيول كله نسميه ستيرويد. زين لو تشوفون هسه اشوفكم الكاردييك جلايكوسايد باع، الكاردييك جلايكوسايد والسابونين يشابه. زين يعني هذا يشابه
هذا الكارديا هذا ليش نناتن ستيرويدال زين نناتن ستيرويد في الشابه. طبعا السابونين شايفين السوس عرق سوس منو شاربه زين عرق سوس من تسوي له شيكنج بسيط يصير بيه رغوه كلش قويه زين هذا نسميه بي سابونين زين سابونين جلايكوسايد. اي بلانت الاكستراكت مالته من اسوي له شيك يصير بيه رغوه هذا سابونين جلايكوسايد زين. يعني حتى اكو شايفين انتم في النباتات من او خضروات من تنطبخ يصير بها رغوه هاي الرغوه لان بها سابونين جلايكوسايد. فاصوليا ابسط شيء فاصوليا انتم من تطبخوها مو يصير بها من تسوي شيك مو يصير بها رغوه هاي لان ليش بها سابونين سابونين جلايكوسايد هي مسؤوله عن هاي الفروث فورميشن زين. هاي السابونين هم ان شاء الله راح ناخذها محاضره. عندنا هنا الاذر جلايكوسايد ستيفيول ستيفيا اكيد كلكم سامعين بالستيفيا وشايفينها زين الستيفيا والكواسيا زين هذا الستيفيول هذا الستركتشر مال الستيفيول هاي فد ماده محليه هذا ما يعود لاي كلاس زين يعني ما اقدر اسميه اي شيء لا اقدر اسميه فينول جلايكوسايد ولا اقدر اسميه ستيفيول جلايكوسايد يعني ما اقدر اضيف له فانكشنال جروب زين يعني شيرهم ما يرهم لا فينول جلايكوسايد ولا يرهم ما نقدر نسميه اي شيء زين هذا الاجلايكان مالته هذا هذا النشقارات زين تسمي ما له اي تسميه زين تسميه ستيفيول. طبعا الكلاسيفيكيشن الاخير عن طريق الفارماكولوجيكال اكشن وهذا قلناه قبل شويه اما تكون لاكزاتيف اما تكون انالجيسيك اما تكون كارديوتونيك اما تكون انتي انفلاماتوري وغيرها. نجي stability of glycoside stability of glycoside ده طبعا كلها حكيناها قبل شويه زين بس نجي نراجع. acetyl linkage between aglycan and glycan less stable than between two individual sugar within the molecule. اكيد يعني انت عندك هنا هذا sugar مربعات هي sugar والدائره هي non sugar ارتباط المربع بالدائرة ارتباط ضعيف مو مثل ارتباط المربع بالمربع ليش؟ ما متشابهات أكيد الارتباط يكون شنو؟ يكون أقوى زين. بعد شدنا all glycosides are hydrolyzed by acid قلناها قبل شوية زين except C glycoside C glycoside ما يصير لها hydrolysis بالأسيد. Glycosides containing 2-deoxy sugar are unstable toward acid hydrolysis even at room temperature. قلناها قبل شوية ال RNA وال DNA زين اللي هي ال N glycoside. Deoxy sugar من يحتوي إنه deoxy sugar هو الهيدرول وال RNA وال DNA. C glycosides are very stable need oxidative hydrolysis. قلناها قبل شوية. Enzymatic hydrolysis is specific for each glycoside. There is a specific enzyme that exerts a hydrolytic action on it. باو شباب ال enzymatic hydrolysis. الانزيم ممكن يسوي لنا hydrolysis لفد 30 40 نبات زين او 30 40 مركب بس ما يقدر يسوي لنا hydrolysis المركب واحد نفس المركب مركبين يعني هو نفس المركب اذا كان واحد الفا واحد بيتا يشتغل فقط على البيتا يعني الانزيم عنده سبيسيفيستي يا يشتغل على البيتا يا يشتغل على الالفا نفس الستركتشر اذا اكو منه الفا ما يشتغل عليه زين بس ممكن يشتغل على 20 ستركتشر او 100 ستركتشر مختلفات يعني بس اذا نفس الستركتشر وبي الفا وبيتا يشتغل على واحد يا الفا يا بيتا زين ليش لان الانزيم نفس الحاله هم بي الفا وبيتا فبالكونفيجوريشن ما يتطابقان يعني اذا هو كان بيتا الانزيم والموليكول مالتي الفا ما يقعدن على بعض فما يقدر يسوي لها هيدروليسيس بس اذا كان بيتا بيتا لا يقعدن على بعض يسوون هيدروليسيس
هاي ملخص الفكرة يعني. طبعا الإيمالسين يعتبر بيتا جلوكوسايد جلوكوسيديز زين، يسوي لنا هيدروليسيز البيتا جلايكوسايد. المالتيز والانفرتيز هذني الفا جلوكوسيديز، هذا هيدروليسينج الفا جلايكوسايد اونلي. طبعا كواليتاتيف تيست هنا شلون نتاكد انه هاي الماده مالتنا يا ماده زين، هنا نسميها كواليتاتيف تيست. يعني شلون اعرف مثلا انا عندي كارديك جلايكوسايد بهذا الاكستراكت، شلون اعرف عندي مثلا ستيرويدال جلايكوسايد، هذا نعتمد على هم التيستات نسميهن الكواليتاتيف تيست. مثلا نعطيكم مثال، هاي بالعمل ان شاء الله راح ناخذها. كارديك جلايكوسايد زين، كارديك جلايكوسايد استخدم لها كيلر كلياني او ليبرمان زين. ليش؟ انه على الستيرويد يشتغل ليبرمان، الانثراكوينون جلايكوسايد اشتغل لها بورن تانجر زين، بورن تانجر تيست يعطيني ريدش. الفلافينويد اشتغلها فريك كلورايد زين، وهكذا. هذا اللي بالعمل ان شاء الله. نجي اخر سكشن اللي هو الجنرال ميثود اوف ايزوليشن، شلون اسوي ايزوليشن للجلايكوسايد زين. طبعا الجلايكوسايد حتى اسوي لها اكستراكشن اكو عندي عده طرق. اول شيء قبل لا ابدي اشتغل الجلايكوسايد لازم اجفف الماده. ليش لازم اجفف الماده؟ اذا ما جففتها راح يصير لها هيدروليسيس. اذا قطعت الماده وهي بعدها ما جافه يعني قطعت الماده او سويت لها جريندنج وهي ما جافه، راح تتحرر عندي من النبات نفسه تتحرر انزيمات، هاي الانزيمات تكسر لي الجلايكوسايد زين. فلازم شنو؟ لازم اجففها حتى اتخلص من الانزيمات زين، او اخليها بالاوفن درجة حرارة 60 حتى أسوي destruction للإنزيم قبل لا أشتغلها. ورا ما جففتها شو راح أسوي؟ راح أطحنها، أطحن النبات. وين أستخدمه؟ شو أستخدم له solvent؟ أستخدم له هايدرو الكحوليك solvent زين. دائما بالإكستراكشن مال الجلايكوسايد أو أي نبات أي كومبوننت أي كومبوننت أستخدم هايدرو الكحوليك. ليش مو كحول واحدة وليش مو واتر واحدة؟ منو يعرف؟ ليش استخدم هايدرو الكحولي؟ احد يعرف؟ دكتور حتى يزيد الذوبانية، حتى يزيد الذوبان يعني ياهم من عندنا يزيد الذوبانية، الووتر لو الهايدرو الكحولي. هايدرو هاي واحدة من الأسباب، الهايدرو الكحوليك سولفنت تكون كلش بولر، والجلايكوسايد تكون كلش بولر زين، فلايك ديزولف لايك تمام. السبب الثاني ليش ما استخدم ووتر؟ هسه اقول لكم ليش. اذا استخدمت ووتر، الووتر يحتاج له درجة حرارة عالية حتى يتبخر زين، هاي واحدة من الديس ادفانتج. الووتر ممكن يصير بي فانجل انفكشن زين، هاي السبب الثاني. الكحول والووتر ممكن ما يذوب لكل الانجريدينت. ليش؟ اكو انجريدينت مثلا ما تذوب بالووتر تذوب بالكحول، هاي السبب الثاني. زين ليش ما استخدم كحول واحده؟ كحول واحده ممكن ما يذوب لكل الانجريدينت، ممكن اكو مواد تذوب بالووتر وما تذوب بالكحول زين، هذا السبب اللي ما يخليني استخدم كحول واحده. فالفكره وين؟ من استخدم هايدرو الكحوليك راح اجمع المواد اللي تذوب بالووتر وما تذوب بالكحول، مواد تذوب بالكحول وما تذوب بالووتر كلها سويه زين، بين قوسين استخلص كل شيء زين، استخلص كل الانجريدينت اللي موجوده عندي سواء فلافينويد، جلايكوسايد، الكالويد، تيربينز، تانين، وات ايفر، اي شيء راح هنا يصير له اكستراكشن، اكستراكشن لكل الانجريدينت اللي موجوده عندي تمام؟ نعم. بس اكو مواد مثلا بالهاي مذوب اذا كان المذيب مثلا مخلوط كحول ووتر؟ لا هنا كله راح يذوب زين، اذا كحول ووتر هايدرو الكحوليك كل شيء راح يذوب زين، يعني كسكندر ميتابولايت كل شيء راح يذوب.
مش هنا extraction of glycoside from plant قلناها قبل شوية. كم طريقة للإكستراكشن عندي؟ عندي cold method وعندي hot method. cold method maceration أنقع، زين؟ هاي أبسط طريقة للإكستراكشن، أنقع أقبغه وأرجع له بعد يوم أو يومين، زين؟ نار إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي إكستراكشن، تنقيع maceration، زين؟ هنا هاي واحدة من طرق الإكستراكشن. يا solvent أستخدم؟ يا solvent؟ اما ووتر او هيدرو الكحوليك او الكحول، انا افضل الهيدرو الكحوليك دائما. من تقولوا لي اكستراكشن اقول لكم هيدرو الكحوليك، زين؟ انا شخصيا ما استخدم لا الكحول ولا ووتر، استخدم هيدرو الكحوليك سوليوشن، زين؟ هذا البيست سولفنت فور اكستراكشن. ليش؟ لان هو يسوي الاكستراكشن لكل شيء. يعني حتى اذا بالمزمه كاتب لكم ووتر والكحول، لا هيدرو الكحوليك، زين؟ هذا هيدرو الكحوليك سوليوشن، زين. هاي الماسريشن ساكسوليت اكستراكشن، تعرفون فكره، عندكم فكره عن ساكسوليت اكستراكشن يا طلاب؟ نعم دكتور. ساكسوليت اكستراكشن هو يعتبر هوت ميثود، زين. هسه راح انزل لكم فيديو عن ساكسوليت اكستراكشن، ها تستفادوا من عنده بالعملي، زين. فيديو عن شلون نسوي اكستراكشن بالساكسوليت، سبيشال بروسيس. مثل عندنا بريشر ليكويد اكستراكشن ما موجود عندنا ذني، ما موجودات عندنا بالعراق، زين. الترا ساوند اسيستنت اور مايكرويف اسيستد اكستراكشن هم ما موجود عندنا. اللي احنا نقدر او في احسن طريقه للاكستراكشن هي اما ساكسوليت او ماسريشن، زين، او ديكوكشن. ديكوكشن يعني اغليها للماده مثل ما اسوي شاي ديكوكشن، زين. بس انا افضل الساكسوليت. ساكسوليت يعني فتشي كلش روعه، هو والماسريشن. ماسريشن هم فيري افكتيف، زين. ورا ما سويت اكستراكشن شو اسوي؟ نسميها سويت اكستراكشن سواء ماسريشن او ساكسوليت. ورا ما اسوي اكستراكشن اجي اسوي بيوريفيكيشن، يعني انا ادور على شنو؟ ادور على جلايكوسايد، زين. انا هسه عندي هيدرو الكحوليك سولفنت، عندي جلايكوسايد، عندي الكالويد، عندي كوما مواد، زين. فكل نبات بيفد ب 100 ماده، زين. شلون اني اعزل هاي الجلايكوسايد من هاي الهوسه كلها؟ شلون اعزلها؟ استفاد من شنو؟ اختلاف البولاريتي، زين، بين هاي المواد. فاستخدم طريقه نسميها سولفنت سولفنت بارتيشننج، زين. solvent solvent partitioning اعتمادا على شنو؟ على اختلاف البولاريتي، اختلاف البولاريتي بين المركبات، زين. فابدي اسوي solvent solvent partitioning. شايفين السبريتري فانل؟ سبريتري فانل اجيبه، هذا الهيدرو الكحوليك سولفنت الاكستراكت مالتي اجففه اذوبه بالووتر، اجي اخلط وياه هيكسان. الهيكسان ما يمتزج بويا الووتر، صح لو مو صح؟ الهكسان ما يمتزج، يا هو اعلى بولاريتي الهكسان والووتر، هكسان ما يختلفون بيها اثنين. الهكسان راح يسحب المواد النون بولار، زين، اللي هي التربين وليبيد وغيرها، زين. راح تنسحب وين؟ بالهكسان. اشيل الهكسان اذبه، خلصت من عنده، خلصت من مجموعه، زين. ورا الهكسان شو اجيب؟ اجيب كلوروفور. كلوروفورم يسحب شنو الكلوروفورم؟ كلوروفورم يسحب الالكالويد، زين، معروفه. والانترميديت بولر نون بولر كومباوند، زين. الكلوروفورم يسحب، سحب لنا الالكالويد، سحب لنا هذني المركبات تشبه الالكالويد اللي هي انترميديت بولاريتي، سحبها خلصنا من عندها، زين. هاي خلصنا من مجموعتين. بقى عندي الجلايكوسايد. الجلايكوسايد وين يذوب؟ اجيب بيوتانول. شوفوا بيوتانول، بيوتانول هو بولر، زين، كلش بولر. بيوتانول اخبطه ويا الووتر، ما ينخبط بيوتانول ووتر، ما ينخبط، زين. البيوتانول راح يسحب الجلايكوسايد من الووتر، ليش؟ لان الجلايكوسايد تفضل البيوتانول عن الووتر، زين. يصير بها بارتيشننج، يعني السوليبيليتي مالتها بالبيوتانول اكثر من الووتر، فيصير بها بارتيشننج، تنسحب وين؟ على البيوتانول. اخذ البيوتانول اجففه، حصلت على الجلايكوسايد، زين. هذا نسميه solvent solvent partitioning.
ابدي هيكسان بعدين كلوروفور بعدين بيوتانول. طلاب هنا خلصت المحاضره زين، وها ورا ما سويت هذا السولفنت سولفنت بارتيشنينج ابدي اسوي اعزل عن طريق اما البريباراتيف كروماتوغرافي او الكولوم كروماتوغرافي، اعزل مركب واحد او مركبين. يعني انا مو عزلت جلايكوسايد بالبيوتانول فراكشن، عزلت جلايكوسايد بالبيوتانول فراكشن. هذا ممكن يكون باكثر من جلايكوسايد، ممكن يكون ب 3 4 زين، فاجي افصلهم بهاي البريباراتيف كروماتوغرافي او الكولوم كروماتوغرافي. ان شاء الله هم راح بالعملي يشرحوا لكم البيبر كروماتوغرافي زين، يعني التي ال سي بين قوسين، ويشرحوا لكم الكولوم كروماتوغرافي. حد هنا اكو فد مشكله؟ اكو فد ما حد افتهم شيء؟ دكتور بلا زحمة عليك، أول ثلاث سلايدات مثل موجود تقدر تعيدها بلا زحمة؟ يلا ماشي، تبوا علينا أول ثلاث سلايدات. يعني أول سلايد حكينا بيه عن شنو؟ حكينا بيه عن سكندر ميتابولايت زين؟ سكندر ميتابولايت اللي هي المواد اللي يصنعها النبات، إما حتى تساعده بالتكاثر أو بالديفلوبمنت أو بال او بالدفاع عن نفسه، ديفنس ميكانيزم زين، هاي نوت اسينشال فور ذا لايف اوف ذا بلانت زين. وعندنا بالتسجيل انا سجلت المحاضره زين، هسه راح ينزل رابط التسجيل زين بكل الشرح مال كل السلايدات زين. اكو فد شيء ما مفهوم يعني شرحته وما فهمته حتى اعيد لكم اياه دكتور؟ استراكشرات اللي هسه هاي مطلوبه باو تحفظ لا تحفظ يمي، لا تحفظ شيء زين، لا تحفظ، ما اقول لك ارسم ستراكشر زين، بس اكو ستراكشر اجيب لك بيه واقول لك مثلا شنو نوع اللينكج هنا، او اجيب لك يا اقول لك هذا ستراكشر وين يذوب بولاريتي مالته، يعني لا تحفظ، ما اقول لك احفظ ستراكشر ما ينحفظ زين. انا ما حافظ ستراكشرات، اقول لك احفظ ستراكشرات لا، بس افهم الستراكشر، افهم نوع اللينكج، افهم ليش دا يصير له هيدروليسيس، ليش ما دا يصير له، هاي السوالف اللي متعلقه بالستركتشر تفهمها. اكو بعد محاضرات راح ناخذ وين اكو السايت اوف موديفيكيشن، كل ستركتشر بسايت اوف موديفيكيشن، يعني وين يصير ارتباط الشوغر، وين يصير الهيدروليسيس زين، هاي تفهمها زين، اما تحفظ لا لا تحفظ. بعد اكو حد عنده سؤال؟ دكتور نعم. بس سؤال على مود الرابط مال ميت، يعني انا ورا 10 دقائق الله دخلت، يعني جيت لقيت الطلاب داخل 60 طالب. راح نحكي يا دكتور سنان شوف شلون نحل هاي المشكله، اما غير منصه او شوف شلون ما ادري. يا والله دكتور يا ريت، مشكور ماشي. بعد من عنده سؤال؟ طلاب باعوا، راح انزل لكم رابط هسه بالكلاس مال ساكسوليت اكستراكشن، شوف الفيديو زين، واللي عنده سؤال خليه يسالني ما طول احنا فاتحين. راح انزل لكم رابط، هذا الرابط شنو؟ ساكسوليت اكستراكشن، مو طويل 7 دقائق هيك شي 5 دقائق، تشوفون الفيديو حتى تفهمون شنو ساكسوليت اكستراكشن، حتى اللي عنده سؤال نجاوب عليه، لأنه هو هذا أهم طريقة للإكستراكشن هي الساكسوليت. زين دكتور، بدون زحمة بس عندي سؤال، السلايدات موجود كشرح يعني مثل شرح أنت حضرتك نزلته، يعني إحنا كلنا نحفظه لو شلون يعني؟ يعني يمي لا تحفظون، افهموا افهموا اكثر ما تحفظون. اكو شغلات لازم نحفظها زين، يعني شغلات مثل كميديكال يوز او كهالشيء، بس باقي الشغلات افهموها. يعني انت تشوفون الشرح مالتي زين نفسه، يعني حاول تفهم العقاقير، يعني هي صح حفظ زين، بس بيها جانب فهمي تقريبا 50% فهم، والاكثر 70% فهم و30% حفظ زين.
اي تمام، ها هي عشان ايدك. بعد احد عنده سؤال؟ دكتور بلا زحمة، بس عيد بالنسبة للاستراكشرات، لا تدق الباب الحوش وطلعت ما فهمت شيء. ايه، خلي احد يطلع مكانك، ليش تطلع انت؟ ماكو احد بالبيت. الاستراكشرات محفظ، زين تفهمها، مجرد تفهمها، ما اريد تحفظها، زين تفهم structure يعني وين يصير site of modification، capillarity، sugar وين يرتبط، زين نوع structure، aldehyde، الكحول، زين ما اريد اني تحفظ، تمام؟ دكتور بس انت هاي الشرح ما منزله يعني بالملزمة، يعني انت ما منزله ويش شرحت؟ ايه الرابط مع الفيديو راح ينزل لك التسجيل، زين ليش اقول لك العقاقير فهم؟ انا اذا اكتب لك كل اللي حكيته بالملزمه راح يصير ملزمه هالكبر، زين هاي الشغلات انت يعني تفهمها، ما تنكتب هاي، زين هاي شغلات باك جراوند يعني تعتمد على الباك جراوند، ترجع لي ورا، احنا ما نرجع لي ورا، لا نذكركم بيها، زين فموجوده ان شاء الله كلها بالملزمه. بعد احد عنده سؤال؟ دكتور بس الحضور يعني ما راح يصير؟ يعني حضور، انا ما اسجل حضور صراحة، انا انطي كويز بنص المحاضرة هو هذا يعتبر حضور، فخلوا بالكم المحاضرات الجاية ما اسجل حضور انا، زين انطي كويز صغير بالتعليقات، زين اللي موجود راح يطب كويز مدة دقيقتين يعني مجرد سؤال واحد سهل إجابة خلاص، هذا حضوركم، زين يعني تمام، ما مشكور دكتور، مشكور. ما يعتمد على انه انت حاضر او لا، يعتمد انه انت بهاي الدقيقه موجود يعني بنص المحاضره، زين يعني مو واحد فتح لي بدايه المحاضره وراح وقال لي انا حاضر، لا بنص الشرح انزل لك فد سؤال صغير، زين تمام بس دكتور مرات ماكو كهرباء، يعني شلون يعني الحضور يعني اذا تسجل مرات ماكو كهرباء؟ ما ادري والله عن التعليمات انه المحاضرات يعني مو بس يعني كل الجامعات، زين محاضره ليش اذا ما كهرباء، اذا ما عفوا كهرباء دكتور، نعم العفو دكتور عن المقاطعة، بس إذا التسجيل تقدر بس شوية زيد بس فترة الكويز، يعني أنا ما بس أتحمل التطبيق وطبيت الكويز سهلة راح يعني. سهلة، لا تشيلون هم، راح أوقف تمام الريكوردينج تمام حجمه كبير عليكم.